بعد 3 سنوات من انضمام البلاد للجمعية الإفريقية للمياه، فقد تم الاعتراف بها الآن كعضو باللجنة الإدارية لهذه المؤسسة الإفريقية، بحيث أوكلت مسؤولية هذه المؤسسة إلى المواطنة التشادية المديرة العامة للشركة التشادية للمياه كبرى حسين إتنو. ففي خلال 3 أيام من الأعمال المكثفة بالعاصمة السنغالية، فإن خبراء الدول الأعضاء بهذه الجمعية ناقشوا جميع القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى إصلاحة مستقبلية لسياسة المياه في إفريقيا لأجل تحقيق أهداف نبيلة تبشر بغد أفضل لهذه الدول الأعضاء. إن المكانة التي تحتلها المرأة الإفريقية في تحقيق مشاريع التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ رهانات مسألة النوء، كانت ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال تلك الأيام. دمج مفاهيم النوء الاجتماعي وكذا الإنصاف في النظام الأساسي لمشاركة المرأة في لجان الجمعية الإفريقية للمياه يؤكد الرغبة القوية لحل إشكالية الوصول إلى مياه الشرب النقية من خلال جميع مكونات المجتمع الإفريقي.